وصلنا لفقرة اللذة والطعام والأكلات الشهية والمفيدة والتغيير والتبديل اللي دائما تسويه إنه هو شيف نسرين. نرحب فيك شيف نسرين. أهلا فيك وفي المشاهدين. طبعا بدنا نغير على رأيك التشويه فعلا السينمائي. أنت اليوم يعني عاملة أشياء كثير مختلفة. خلينا نعرف بداية أطباقنا إيش عناوينها وبعدين نتكلم عليها. هلا عنا في لفائف السمبوسة بالدجاج والكريمة. طبعا هاي من الوصفات اللي هي سهلة وبسيطة مع إنه إحنا طلعنا من رمضان بس يعني بس فيها تعرف تغيير مقبلات يعني تعتبر مقبلات طبق رئيسي وما في حد اكلها عندي الا بده الوصفه يعني كثير سهله وبسيطه بس عن جد كثير لذيذه وعشان كثير في ناس طلبوها عامل لهم اياها على الهواء يعني لانه تعبت وانا اكتب مسجات. وفي عندي اللي هي سلطه الجرجير طبعا هلا الدنيا عشان برد كثير شايفه البرد الثلج اللي عم ينزل الجو العليل اللي احنا فيه ما شاء الله فسلطه الجرجير مع البطيخ والجبنه الفيتا والنعناع. انا اضمن لكم انه البطيخ والجبنه طعمهم رائع لاني سليت يعني عليهم قبل الهواء صحتين وهنا. والطبق الحلو كيكة الفستق الحلبي كيكة سهلة وبسيطة وخفيفة هذه كلاسيكية بس مو كل أحد يعرف لا. إيش مقاديرها بالضبط بتنعمل بطريقتين يعني ممكن نستخدم طحين أو البسكوت بعطيها خفية أكثر وهشاشية أكثر اللي هو البسكوت المطحون نستبدله. هلا عنا بنرجع للطبق الرئيسي اللي هو لفائف السمبوسة. طبعا بنستحتاج لأهم شيء بما إنها لفائف السمبوسة طبعا السمبوسة بس ورق السمبوسة أيوه بس عنا نوعين طبعا اللي بالزيت وفي عنا اللي بالنشا أو بالطحين بتكون مفروض إحنا بدنا اللي بالطحين اللي بالزيت ممكن تزبط بس بتزيت لأنه في معانا كريمة وما بتنفش يعني اللي احنا النفشة اللي بدنا اياها وبس تنطبخ تتحول تعرف الكانولوني مكرونة مين معروف المكرونة بصير زي الكانولوني نفسها بالضبط يعني لفافات. وعندنا الحشوة طبعا بنسلق صدور دجاج اول شيء بنسلق صدور الدجاج بنحط لهم بصل البهارات المشكلة بالضبط وبنكتر شوية بهارات لانه راح تكون هي الاعتماد النكهة على الدجاج بالضبط. بعدها بناخذها بنسحبهم او بنسلهم وبنجيب شوية زيت بنحط الفطر معلب اللي بحب الطازج عادي بس المعلب بعطي يعني مع هذا الاكلة اللي هو يكون افضل. بنقلبه شوية مع الزيت بعدها بنحط من مرقة الدجاج اللي احنا سلقنا فيها عليه وبنقلبهم بعدها بناخذ الدجاج وبنحركه بعد ما نطفي احنا الغاز فبتكون عندنا وكذا ما نحتاج بهارات لانه موجوده ولا في السلق طبعا لانه احنا معانا الكريمه ما بدنا اياها تغطي او انه البهارات كثير تغطي فحناخذ النكهه من سلق الدجاج او الدجاج المبهر. هلا هذه اللي هي للفائف حنحتاج بصله بنقطعها وبنشوحها شويه هاي راح تنحط في قاع الصحن ما بنحمرها كثير بس يا دوب شويه تتبيل يعني. وشوفي عملتها مره يعني انه كنت مستعجله بدون البصل فرقت 180 درجه نكهه البصل منكهه رئيسيه بالضبط غير هلا عندنا الصوص وطبعا ذره على الوجه راح تنحط. عندنا الصوص عباره عن كريمه طبخ مع مي مع جبنه الدهن تبعت الساندويتش مش تبعت الحلا العاديه. فطبعا كم النسب انه مثلا اذا احنا حطينا كاسه حسب الكميه اذا حطينا كاسه كريمه بنحط لها كاستين مي عشان شوي نخففها تقريبا 4 معالق من الجبن الكريمه وبنخلطهم بالضبط الجبن الكاسات سوري. هلا طبعا حنلف احنا حنعمل تجربه للحشوه اللي هي انت الحين حتلفيها بالدجاج بس الدجاج والفطر بالزبط. اللي انت عملتها وطبعا عندنا اللزق اللي هو الطحين ومي في ناس يحطوا نشا كمان ممكن نشا بس انه عادي حتى ممكن بمي لانه هذا اصلا عليه نشا او عليه طحين لو حطيت شويه مي يمسك. هاي الحشوه زي ما انت شايفتيها بنحاول ناخذ كميه منيحه حلوه الاطباق اللي تتجهز من قبل يعني هذه ممكن تسويها من قبل بالفريزر وبعدين تحطيها بالفرن دائما عندي بالفريزر وعلى طول بحطها بفردها وببلش فيها الطبخه ما بتاخذش يعني وحتى في الفرن لها معيار محدد هلا بحكي عنه. هلا بنلفها بعدين مويه ونشا او مويه وطحين وتلصقيها زي ما حكيت لازم تكون السمبوسه طبعا يمكن لانه الدجاج ناشف ما يحتاج نقفلها من الاطراف لو ما قفلناها لا طبعا ما راح تطلع لانه راح نرصها بالصينيه عرفتي علي وحتى لو ما قفلناها اذا انا مثلا ما بدي احفظها بالفريزر او انه حاشتغل فيها على طول عادي بلفها وبحطها بالصينيه على طول ما راح تفك معي ابدا. طيب الصينية اللي تحطيها فيها هي صينية التقديم الرئيسية بالزبط. لأنه ما أقدر أبدلها بالضبط إنه هاي راح نستخدم صحن الأزاز اللي بيدخل الفرن حناخذ البصل حنوزعه بشكل عشوائي إنه نوزعه على كل الصحن كمية مثلا بصلة لهذا الطبق هي منكه يعني بس اساسي انه يكون موجود كثير بفرق انا بقول لك يعني لما اكلتها حسيت انه عن جد في فرق بين البصل ويعني مع بصل وبدون بصل.
في ناس مثلا بقول لك ممكن ما بنحب الفطر، ما يعني عادي ما في مشكله، بس انه يعني هاي الشغلات الاساسيه للطبق. ممكن في ناس تسويها بلحمه مفرومه، عرفتي، مع خضار مشكل، اي شيء بتقدري. بس احنا انا عم بحكي عن الوصفه اللي انا بعملها وانطلبت مني كثير، وصراحه انا تعلمتها من صاحبه لعندي، بعد بوجه لها تحيه ليندا. كان عندي عيد ميلاد وعامله بوفيه بجوز 50 نوع، قالت لي بدي اسوي لك شغله. فلما قالت لي انا هيك خلص الفكره ما مش كثير عجبتني. فهلا يوم ما صارت الحفله وهيك كل الناس يحكوا لي كثير هذا الطبق زاكي، كثير هذا الطبق زاكي. هو هذا الوحيد اللي انت ما سويتيه؟ الوحيد اللي ما سويته، انه الكل مستغرب ايش يعني الفكره وهيك. فانا طبعا لما بطبخ ابدا ما باكل، خلص من التعب وهيك. فرحت حكيت اشوف ايش اللي كل الناس عن جد عاجبهم، يعني ايش هذا الطبق. لما دقته عن جد بيستاهل وبيستحق انه يعني ينعمل. وفكرته حلوه، يعني احنا كمان ملينا من الاطباق اللي تجي بالضبط تطبخي وتغرفي في الصحن، صح. نبغى الاشكال الحلوه اللي بنشوفها في المطاعم. بكره ان شاء الله انا محضرت لكم صفيحه يافويه، كثير سالوا عنها كمان، وهي بدها شويه شغل بس نتائج كثير حلوه برضه. يعني شوفي في شغلات بتحكي انه متعبه بس بتستاهل، احسن ما نشتريها من السوق وما بتضمنيش لا نوع الطحين لا نوع اللحمه لا نوع الشغلات او النظافه الموجوده. هلا خلصنا الرولات حنصفهم، وبنحاول لما نصفهم نرصهم على بعض، ما نترك فراغ كثير، وحتى لو نكبسهم ونحاول نخلي الفتحه تحت. ايوه إذا أنا حتى أيوة بالضبط. وحتى لو إنه زي ما حكيت ما لزقناها نقدر إنه نحطها هي على طول، حتمسك بعضها يعني حنرصها على طول، حتصير أصلا ما حتصير إني مبينة إنها لفات، حتصير طبقة واحدة كأنها كانولوني اللي هي الباستا المحشية. ومدة طهيها بالفرن كم؟ شوفي هلا بعد ما أحط الصوص عليها بنحطها بالفرن، بس تغلي بدك تراقبيها. أول ما تغلي احسبي 30 دقيقة 20 دقيقة ثلث ساعة. هلا رح تطلعيها رح تحسيها مستنقع ميه، مستنقع، بتحسي انه طبعا يعني ما شربت المرق اللي حطيتيه. بعدها تركيها خمس دقائق رح تشوفي كيف الشكل النهائي على طول بتشرب، حتمتص لانها كلها عجين. بالضبط. وانا ايش بحاول اكتر قد ما اقدر صوص عشان برضه ما تنشف كثير، انه يضل انها قد ما تمتص يضل معنا سائل شويه، فبتفرق كثير يعني. ويعني ما بتحتاج كمان لتحمير لانه الكريمه اصلا على طول بتاخذ اللون. هلا خلصنا من اللف، حناخذ الذره وننترها على الطبق. هذه الوجهه حق أيوة. الصينيه نوزع ذره وبعدين نحط أيوة. الخلطه. الخلطه هلا الخلطه راح احكي عنها، طبعا حنعملها بالخلاط علشان انه تتجانس المكونات. بالضبط. هلا عندنا نرجع نعيد كاسه حليب، مش حليب، كريمه. كريمه تقريبا كاسه كريمه، يعني بغض النظر كاسه كاستين، المهم الكريمه نص كميه المي او المي ضعف كميه الكريمه. خلينا احط الجبنه واربع معالق جبن كاسات، هي هذا اللي بتعطيها التتبيله والنكهه كلياتها والملوحه. خلص شوفي احنا ما احتاجنا يعني فعلا ايوه البهارات كلها كانت في مرق الدجاج والحين صح. وفي شغله بدي يعني اعطيها نصيحه، هلا في عندنا الجبنه الكاسات نوعين، واحده بالحليب وواحده اللي هي المالحه. كل ما استخدمت اللي فيها الحليب بتكون نكهتها القشطه اكثر وملحتها شوي اخف. وحنحط مي ضعفين كميه تقريبا الكريمه. حنخلطها. تحمل الصوت شوي ثواني. لأنه الكمية شوي كبيرة. وحنصب الخليط على الرولات. شوفي الكمية حتى ممكن هون تحسي إنها كتير، مش مشكلة، أنا بتركها كمان شوي وتمتص هي كل شيء من العجين. بالضبط. وبخليها شوي قبل ما أدخلها الفرن، عرفتي، بخليها شوي وبعدها بدخلها الفرن، بتكون امتصت وبتعطيني الشكل اللي انا بدي اياه او الملمس والكميه السوائل اللي بدي اياها. وبحكي لك يعني عن جد ثلث ساعه بعد ما تغلي. بعد ما تغلي ثلث ساعه 20 دقيقه حندخلها الفرن. وزي ما حكيت ما بتحتاج لتحمير لانه الكريمه معروفه، اول ما تتعرض للحراره على طول. وما غطيها طبعا لانه هي حتستوي بسرعه. بدهاش لا. وبعدين بس في شغله كمان، انه اذا انت معبيه كثير الطبق لازم تحطي تحت الصينيه لانه الكريمه بتصير شوي تفور عشان يعني ما توسخ لك الفرن. طبعا احنا مجهزين الفرن من قبل
نتركها زي ما حكيت 20 دقيقة على درجة حرارة 120 ل 200 درجة. والحركة السحرية حقت طبعا يلا غمضوا عليكم الحين فجأة نقول 1 2 3 ونجيب الطبق. شوفي بقول لك ممكن يعني كطبق مش طبق 5 نجوم كشكل كبرزنتيشن بس والله بس رح تدوقيه رح تدوقيه عن جد رح تحكي انه بيستاهل بيستاهل وقد ما يعني كثير في ناس يعني كثير عجبهم. رح اورجيكي هون رح اشوي القطعه هون لانه انا برد طبعا هو بيتاكل دافي. معنا متابعتنا المتالقه دائما العنود. ايش سؤالك يا عنود تفضلي. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. يسعد الله مساكم ان شاء الله. الله يخليكي ومساكي، ايش سؤالك حبيبتي؟ بالله بسالها عن طريقه الرقائق اللي سويتها الحين اللي ما تبعتها وش اسمه وشلون يعني شلون الطريقه والكريمه اللي خلطتها هي كريمه حقت الخفق هذه حقت الجاهزه في السوق ولا مسويتها؟ اوكي. هلا زي ما حكينا طيب تابعين الحين تسمعي وبكل الاحوال البرنامج فيه له اعاده على اليوتيوب يعني أيوة بس بالضبط. خليها تعطيك الجواب على الهواء. اول شيء بدي اول حورجيكي كيف الشكل النهائي لها كيف راح تكون كل رول لحاله زي ما حكيت انه مش مبين انه وفعلا طبعات. مستويه يعني طالعه زي العجينه يعني بالضبط. هلا للاخت عنود اول شيء يسعد مساكي ودائما افتحي على الساعه 2 عشان تكوني معنا او الوحده تتابع البرنامج فيه كثير فقرات كذا ايش حد على منك يعني فقرات كثير حلوه ظبطها خلاص وانه فقره الطبخ على 2 ان شاء الله بتكون. هلا بنجيب السمبوسه اللي هي معجونه بالطحين او نشا مش بالزيت حلفها دجاج مسلوق بنفتفته وبنحطه مع فطر بنقلبه مع شويه زيت وشويه من مرقه الدجاج بعدها بنلف السمبوسه رولات وبنقلب بصله شويه بزيت بنحطها تحت وبنصف عليها الرقائق اللي احنا لفناها او الرولات. هلا الصوص اللي هي الكريمه الجاهزه تبعت الطبخ مكتوب عليها كريمه طبخ جاهزه بتكون سائله كوب مع كوبين مي مع 4 معالق جبن كاسات مش مالح الافضل انه ما يكونش اللي هو فيه يعني كميه حليب اكثر كريمي اللي يجي على ابيض اكثر ايوه بتكون في مثلا نوعين مالح ونوع مش مالح اللي هو المش مالح وبعدها بندخلها الفرن بعد ما تغلي 3 ساعة وطبعا بنحط على الوجه الذره. هلا في عندنا احنا السلطه طبعا الصحن معي صغير لانه انكسر معي الدنيا كلها وانا جايه فحنعمل بصحن شوي صغير نعمل صحن تقديم يعني أيوة بالزبط. الفكره على الأقل. ايوه بالضبط لا شخص إله ولك. هلا عندنا طبعا المكون الرئيسي اللي هو الجرجير، عندنا البطيخ طبعا مع حرارة الصيف شيء الحين رائع. أصبح لذيذ أكيد يعني أكيد لازم، وطبعا لما يكون بارد لازم تتاكل بارد، وعندنا جبنة الفيتا ممكن جبنة حلو ممكن أي جبنة أنت بتحبيها بس أنا في عندنا نوعيات جبنة الفيتا بتكون شوي ماسكة وجامدة يعني شوفي كيف حتى تقطيعها ما بتفتفت. وعندنا النعناع بس شوفي مع انه الاستوديو بارد وما رضيت اشيله من الكيس طلع برضه دبلان وما راح نستخدم اي صوص بالمره معانا غير عندنا دبس الرمان لانه هلا الميه تبعت البطيخ راح تنزل راح تمتزج معه يعني حيصير هذا الحلا والمالح وهنا حيعطينا شويه الحموضه مع ايوه بالضبط. هلا حناخذ شويه جرجير وزي ما قلت انه بنحاول الجرجير كبيرة يعني وبنحاول ما نقطعه قطع كثير كبيره لانه معروف الورقيات بالذات كل ما قطعتيها كل ما خسرت الفيتامينات. وحنصف ما حخلص البطيخ كله عشان اخلي لك حناكل احنا السلطه بعد الهواء كذا تخليني الجمهور يزعل مننا يا ريت يقدروا يجوا صحتين و100 الف عافيه بشرفونا. وهذه من السلطات اللي ما تنخلط لازم ترصيها رص عشان ما تروح الفوائد حقتها. والجرجير معروف ب يعني في كميه سوائل كمان منيحه وفيتامينات عشان كذا انت قلتي لا تقطعوه ناعم خلينا ايوه انه بيساعدنا كمان بيعوضنا عن السوائل اللي بنفقدها بالشوب وحر والحين الموسم شوفي لونه مره حلو طالع على الكاميرا موسم البطيخ الحين مع الحر يصير صح اطعم وممكن نحط رمان معنا كمان معنا كمان مداخله من الرياض. الو يا هلا مين معنا؟ الو الاء كيف حالك يا الاء نسمعك تفضلي. ممكن سؤال للشيف تفضلي فضلي. الشيف معاكي تسمعك تفضلي حبيبتي اهلا وسهلا فيكي الاء. ايش سؤالك يا الاء؟ في الطبق الاول يعني عادي ما نملي الصينيه للاخير؟ الافضل حبيبتي انك تمليها لانه هذا عجين عرفتي علي كل ما يعني انطبخ او تعرض للحراره حيسحب كل السوائل. شوفي كيف انه هون انا كنت مغرقيتها وبرده كمان برد يعني كل الكميه اللي انا بحطها بخليها تمتص وبرد بحطها شوفي ما في نقطه سوائل بالمره بس بتكون شويه سوائل تحت لزجه فالافضل انك تغرقيها تعبيها للاخر عشان أيوة. كذا قلتي حطوا صينيه من تحت بالضبط ان شاء الله تكون وصلت الفكره يا علاء.
لانها حتكون ناشفه كثير. فاحنا كل المكونات تعتبر مطبوخه، بس العجينه اللي تحتاج تشرب عشان كذا لازم نزود عليها. وبتسحب تسحب الميه منيح يعني، وما تنسي انه كمان الكريمه شوي سميكه، فانه امتصاصها راح يكون شويه بصعوبه. الحين نحط النعناع وبعدين دبس الرمان. لا حنحط دبس الرمان بعدين النعناع. بالعكس. لا عشان حيكون يعني منظر. وبتعرف انت عمرك شربت عصير البطيخ مع النعناع؟ لا صراحة. يعني جربي صراحة من أفخم العصائر، بس يكون البطيخ حلو شوية أو تزيدي له شوية سكر إذا ما كان حلو. عن جد كثير 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 حلو. ليش بدي أحطه فوق؟ عشان دبل يحافظ على لونه؟ يحافظ على لونه ويحافظ على شكله. عاد حرارة الاستوديو والله بتعرفي خليتهم بالكيس يعني، ما رضيت أقطفهم غير قلت لبين ما يعني إنه خلص نبلش. هو المهم في نكهه النعناع لانه الجوجي كمان نفس وممكن اللون. انه يعني ناخذ ورق اكثر ويعني نفرم أكثر. ايوه بالضبط. بطيخ ودبس رمان تركيبه بغانا نجربها الحين بعد الهواء. وفي انواع على فكره دبس رمان، انتوا الشغلات اللي بتكون تكون اصليه، لانه دبس الرمان اللي بكون تجاري حيكونوا حاطين نص بنص سكر، بكون صح. حلو زياده بكون عن حلو اللزوم. زياده او حامض زياده فيكون بالزبط. باين ايش هو. فبنحاول ناخذ نوعيات محدده انها بتكون عن جد. هو واضح انه انت قاعده تبذلي مجهود صحي النعناع، بس هو شكله لذيذ وباين. يعطيك العافيه، هو مفيد ولذيذ اسمها عملية انعاش ما مش ضابطة. وهي معنا صارت طبق السلطة جاهز. نجي للحلا اللي هو محبوب الجماهير وشباب الاستوديو يحبوا حتى الحلا هنا. اكيد. هلا احنا طبعا معروف انه برضه من الكيكات اللي تعلمناها اول ما بلشنا نفوت المطبخ، السهله البسيطه اللي شوفي انا بالنسبه لي بالمكسرات الفستق الحلبي ما عندي بالحلويات يعتبر قمه وفخامه. هلا عندنا المكونات، عندنا كوبين طحين او بسكوت مطحون. انا استخدمت البسكوت المطحون اللي هو ما في سكر الناشف. انا اللي هو بسكوت اللي مثلا الشاي، بسكوت الشاي او القمح. انا خلطت لانه عشان كل ما يعني القمح بعطي شويه هشاشيه عرفتي، ما بخليها شوي هيك ماسكه في بعضها. فجربوها بالطحين او جربوها بهذا رح تشوفوا كيف الفرق، بتفرق كثير. فبحاول اجيب الشغلات اللي انتم تستفيدوا منها او انها تطلع بشكل احلى. صحيح. عندنا هلا بنعيد المكونات، عندنا كاستين بسكوت مطحون، عندنا 3 حبات بيض، عندنا كوب سكر، عندنا كوب فستق حلبي. ممكن ننعمه اكثر من هيك، بس بحب يكون عشان برضه لما تدوقيها تحسي نكهة. أيوة القرمشة فيها اللي انت ما تحبيها. لا في الفستق الحلبي مش مشكله، حيرتينا لانه مكسرات، بس هذيك الشغلات اليابسه كثير ما بحبها. هلا عندنا طبعا نص كوب زيت ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وما بنحتاج كثير بيكنج باودر لهي لانه البسكوت نفسه حيعطي الهشاشيه انه في. ايوه بالضبط، في هواء. وعندنا انا بحب استخدم بالعاده اللي هو الفانيلا السائله، مش موجوده عندنا، عندنا الفانيلا البودره بكميه انك انت تعرفي حسب طبعا البيض، لانه كل يوم بنلاقي البيض شكل احيانا بكون قد ما تحط عليه بضل زفر. وعندنا كوب حليب. هلا حنبلش نخلط المكونات. اليوم الاتصالات شغاله. مين معانا؟ منى. هلا منى تفضلي. بتوقع بعرفها منى. معانا منى. الو تسمعينا يا منى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا. كيفك يا نجلة ونسرين؟ اي اي هلا يا تنتين نون. نسمعك تفضلي. ايوه اول شيء حابة اشكركم على البرنامج، ما شاء الله تبارك الله. واحنا يعني نشكر متابعتك جدا، وانا دائما متابعة البرنامج والاخت نسرين على الاكثر يعني. الله يسعدك يا رب، شرف لي حبيبتي. اقول لكم سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب يخليكي. وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني انصح الجميع يعني صراحه باقه جدا روعه. حبيبتي شرف لي، الله يسعدك. تسلم يدينك. تسلمي، الله يخليك يا رب. ما عندك اي سؤال؟ لا عشان كنت على الاتصال يعني. اول حاجه انا قلت لهم بالكنترول حلقه يوم الاحد كانت ناقصه باليوتيوب. انا حتى الحين ما بلحق على المقادير. والله كلمتهم وحلقه امبارح ما نزلت، فلازم كلاتكم تطالبوا هيكم على الهواء بتطالبوا انه كانت. لا ان شاء الله المتابعه بيسمعوكم ان شاء الله وينزلوا حلقات اول باول. شكرا لمتابعتك. يعطيك العافيه. هلا بنرجع على الطريقه، حنحط البيض كالعاده، بنحط البيض مع السكر بنخفقهم. ما يحتاج نحطهم في خلاط ولا على اليد؟ لا يكون لا. كافي على اليد.
يعني خلينا نتحرك شوية، شايفة هالبلد فيش حركة بالمرة يعني. حنضيف الزيت يعني السوائل بشكل عام، حنضيفها بالتدريج ونحرك. حنضيف الحليب ونقدر نحرك لين ما نتأكد إنه السكر داب بالضبط. طبعا بنستخدم السكر العادي، ما بنستخدم البودرة. البودرة فيه نشا، انه اذا انت طحنتي مش مشكله، بس الجاهز بكون في نسبه كبيره من النشا، عشان هيك حتى بتلاحظي الفرق انه بتطحن. بالبيت مش زي اللي بتعمليه برا، حتى بصفر بعدين، فعشان هيك كميه النشا رح تنشف الكيكه، فعشان هيك لا بنستخدم السكر العادي وما اخذ وقت يعني في الذوبان. حنضيف الفانيلا، دائما هذه قاعده السوائل تتحرك اول وبعدين نزيد عليها بالضبط الاشياء الناشفه، الطحين او البسكوت. حنضيف هلأ كمان الفستق، حنضيف البسكوت بالتدريج أو مرة واحدة. لو طحين حنضيفه على ثلاث مراحل عشان انه يكبتل، اما هذا لا ما راح يكبتل. طبعا البيكنج باودر خذوها قاعدة، ما بينحط غير آخر شيء، لأنه عشان ما يبلش تفاعل عنده وقت. ايوه صحيح، عرفتي؟ وممكن تكون في، ممكن الحليب يكون شوي دافي زياده ممكن، فعشان هيك بنحاول نحطه اخر شيء لما احنا بدنا ندخله بالفرن. ممكن في ناس بتحب لونها يكون على اخضر، لانه مش كل انواع الفستق الحلبي بتكون لونها اخضر، وبتكون لونها اخضر زياده على فكره مصبوغ، ما بكون اصلي. في نوعيات محدده يعني، ففي ناس ممكن تحطي لها شويه صبغه خضراء طعام طبعا عشان تعطيك اللون الاخضر، بس انه مش ضروري. هلا حنضيف البيكنج باودر ونكون طبعا مجهزين الفرن وندخلها على طول. على 180. طيب درجة حرارة الفرن ومدة الطهي؟ 180 درجة، بتاخذ لها تقريبا نص ساعة وممكن اقل، طبعا زي ما حكينا حسب حجم الصينية وحسب الفرن، في مروحة ما فيه مروحة. معروف كيف درجة الكيك، انه اول شيء اول نص ساعة ما تفتحي عليه، خليه على 180 وممكن تخففيها لل 160 اذا انت مثلا ملتهيه بشغل عشان ما تنحرق. بعدها حتشوف الطبقه نشفت وبلشت تحمر من فوق، خلاص معناتها اطفي الفرن وطلعيها، او ممكن تتركيها على حراره الفرن شويه وبعدين طلعي عشان لا بالضبط انها تخبط تنزل. بس انه انا بحكي لك شغله، تبعت البسكوت مش زي الطحين ابدا، ما بتهبط وبتحسيها فيها زي على كده. نجربها بالبسكوت اليوم. البسكوت كثير لذيذه. طبعا احنا محضرين صينيه. هلا في شغلتين، اذا الصينيه اللي ما فيها مانع التصاق بدنا ندهنها بزيت بزبده اي شيء بدنا اياه، بس لانه بتعرف المكسرات معروفه بتلزق حتمسك صح. فاذا عندنا يعني زي هاي الصواني اللي هي فيها مانع التصاق خلاص ما يحتاج. طبعا هي محصوص. هلا هذه انا هحكي لك اياها تتقدم باكثر من طريقه. ممكن على طول اول ما تطلع بنقلبها بنقطعها تنحط مع ايس كريم فانيلا. عن جد نكهة يعني كأنك تاكلي بوظة عربية، بس لازم تكون حارة عشان الايس كريم جنبها. بالضبط، انه جنبي هاي، لو دافية ما في مشكلة عشان انك برضو ما تدوب الايس كريم. طيب على الاخر. طيب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية اللي انا سويتها اللي هي زينت فيها علبة حليب محلى مكثف. انا ما حبيت اسويها لانه معروفة او انها مش الزامية معها، عرفتي؟ فخليكي اشوف يعني جميل منها. جدا الطبق مرة حلو ان شاء الله. طبعا من الشغلات اللي انكسرت معي يوم التكسير العالمي. فعندنا هذا الصوص اللي هو علبة حليب محلى مكثف، بنحط معها 200 جرام جبنة كريمي، مش الجبنة هذه، الجبنة الكريمي الحلا العادية. أيوة حق الحلا. أيوة الحلا، بنخلطهم على الخلاط، بعدها بنحطهم. طبعا رح تكون سائلة، شوفي ممكن على طول أول ما تطلع من الفرن إذا أنت ما بدك تطبخيها حتتشرب، وحتكون يعني متشربة ومكتفية من السكر. بالضبط، مكتفية من السكر والنكهات عن جد رهيبة. بس أنا ما بدي إياها تكون إنها متشربة، بدي أعطيها مثلا شكل أو منظر، أو بدي أغلفها كلياتها. أخذت اللي هو علبة حليب محلى مكثف مع 200 جرام جبن كريمي، بخفقهم وبحطهم بطاسة على النار، بحركهم بس دائما يعني خليك عشان يتماسكوا فقط. بتماسك، حتصير زي كيف ما بدي اقلب هلبية، اخفي شوية طبعا. كل ما يعني حركتيها على النار او عرضتيها للحرارة حتجمد صح. بس انت خليها اللي هو اول ما تبلش تجمد، لانه عشان انها تمسك وانها تتشرب وتعطيك الشكل اللي بدك. اذا جمدت حتصير يعني بصعوبة انها تتحرك صح. بس عشان تكون الشكل والتزيين الحلو هذا بالورد يعني هذا معروف التزيين. هلا صار منتشر وين ما كان، موجود مع الحلا، مع الفستق الحلبي وهي الشغلات. وفي شغله ثانيه طبعا هي ابتكارات للتزيين. هلا ممكن سطح الكيكه ما يكون معك مستوي، عشان يكون مستوي وممكن يكون مستوي، انا قطعت شويه لزياده وفتفتهم. شوفي انت كيف شكله
اي هو يعني جزء من الكيكه يعني بالضبط. انا اخذت الوجه الوجه هلا مش انا قبل ما اقلبها بالضبط قبل ما اقلبها اخذت الوجه عرفت علي عشان اخليها مسطحه واخذته وفتفته وبعدها قلبتها عشان حطيت الكريمه وبعدين حطيت انه كتزيين وبرضه عشان ما اخسرش انه شوفي عشان تكون شكلها مستوي انه ممكن لما تكون نافخه عرفت احيانا تطلع نازله بالضبط شكلها صح. فانا بحاول اني اضبطها وازينها بهذا الشكل وتطلع كده زي اطباق البطاعم يعني شكلها الله يسعدك. فانت شايفه لا بس انا ايش الفكره انت شايفه كيف شكل الكيكه زي السميد او زي كانك يعني بسكوت ناشف او بسكوت مخمص حطيتي عليه ولما انت هلا تشربيها بال بالحلى اللي الحلى وممكن هو الحليب المحلى المكثف على طول برضه نديره عليها حتصير نفس مبدا البسبوسه بس طبعا اذا زدتي هذه الكميه بتصير زي البسبوسه بس كانها بسبوسه فستق فكثير سهله كده اعطيتينا وصفتين في وصفه بالضبط انه يعني تقدر تسويها باي شكل بدك اياه وممكن برضه زي ما حكينا نستخدم السميد بدل البسكوت اذا بدك تحوليها لبسبوسه نفس الطريقه بالضبط بوجود السميد بتصير بسبوسه فستق يعني ابدعتك الحين شباب الاستوديو بعد الهواء تلقينا كلنا تجمعنا هنا اهلا وسهلا اكيد لازم يعني. مره ثانيه لفائف الدجاج بالكريمه وعليها ذره اكيد هلا نعيد المقادير المقادير زي ما حكينا عجينه سمبوسه بس اللي مش مرقوقه بزيت اللي بتكون مرقوقه بالنشا او بطحين الحشوه راح تكون ايش بنجيب صدور الدجاج بنسلقهم ببصل بورق غار البهارات اللي انت بدك اياها الموجوده اللي متعودة عليها بالضبط متعودة بس حكيت شوي بنزيد الكميه لانه حنعتمد عليها بالاساس حنجيب علبه فطر مع شويه زيت نقلبهم بطاسه ونضيف شوي من مرقه الدجاج عشان ايش تاخذ النكهه مزبوط على النار ولا على النار على لازم النار. نقلل شويه الفطر ايوه بعدها بناخذ نطفيها وبناخذ الدجاج بعد ما سحبناه وبنلفه جوا بنحركه مع لسه الفطر وبعدها بنلفه باللفائف زي ما حكينا بنقلب بصله شويه ما بنحمرها تشويح بس بسيط بنخليها في اعلى الصينيه او الصحن وبنرص عليه اللفائف وبنحط ذره والصوص تبعها كوب كريمه طبخ او كريمه خفق ما في مشكله اللي ما بحب الدسامه كثير هلا في فرق بين كريمه الطبخ والخفق هذيك جامده كثير ما بتفرق لانها مش محليه طبعا بنختار اللي مش حلوه انه اللي بيكون ما فيها سكر بتكون شوي اخف مع كوبين مي مع 4 معالق جبن كاسات هلا عندنا بنيجي لسلطه البطيخ بالنعناع النايم بالنعناع النايم والجرجير اللي هو البطيخ والجبنه البيتا جرجير بنقطعه زي ما حكيت ما بنحاول نفرمه كثير حتى لو بالايد نقدر نقطعه كانه نقسم كل ورقه على 2 3 يعني ممكن نلاقي بالسوبر ماركت اللي هو البيبي اللي هو الصغير طبعا ايوه انه برضه بكون احلى شكله بس طبعا حسب المتوفر مش ضروري انه نروح نشتريه مع مكعبات بطيخ مكعبات جبنه الفيتا والصوص بس مجرد دبس رمان وبنزينه بالنعناع بس بنحط كميه عشان انه يعطي نكهه النعناع الاخضر الفريش اكيد هلا عندنا الكيكه اللي هي 3 طرق او 3 شغلات ممكن تطلع معنا عباره عن 2 كوب بسكوت مطحون عندنا كوب حليب نص كوب زيت كوب سكر كوب فستق حلبي 3 بيضات معلقه بيكنج باودر وفانيلا حسب يعني محدود معلقه او معلقه ونص كلياتهم بنخفقهم وبنحطهم صينيه بندخلهم الفرن على درجه حراره 180 محمى يعني لازم يكون الفرن معروف للكيكات او حتى للاكل يفضل انه انت لما بتحكي بدك تخبزي هاي الشغله على 180 بدك توصلي درجه الفرن على 180 ما نحطها يعني نفتحه من قبل ونتاكد 10 دقائق اقل شيء 10 دقائق يكون انه واصل لدرجه ال 180 او الدرجه اللي احنا بدنا اياها بنخبزها بس نطلعها عندنا الصوص علبه حليب محلى مكثف مع 200 جرام جبنه كريمي بنخفقهم بالخلاط وشويه على الغاز بطاسه بنحركهم لبين ما شوي يتماسكوا بنحطها بنصبها على الكيكه وبعدها بنزينها زي ما بدنا بالفستق الحلبي يعني ابدعتي شف نسرين طبعا زي ما قالت ممكن نزيد الكميه وتتحول الى بسبوسه نزيد الكميه لا انه نخلي الحليب المحلى المكثف من غير شيء عرفتي علي من غير جبنه من غير اي شيء عليها بالضبط ونخليه عليها وممكن نقدمها من غير هذا الصوص باضافه الايس كريم بالضبط بس تكون طبعا دافئه شيف نسرين يعطيك الف عافيه اطباق شهيه لذيذه مفيده غنيه ومختلفه وجميله ايضا